السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أول حلقة من برنامج فن الحياة، هذا البرنامج الذي يرافقكم طيلة شهر رمضان المبارك. طبعا سنتناول في هذا البرنامج مواضيع هامة تمس كل جوانب الحياة، اجتماعية، ثقافية، دينية وغيرها من المجالات. طبعا مع الأخ بلال، مرحبا بك بلال. Thank you Muhammad and welcome ladies and gentlemen to our TV show The Art of Life. In this program inshallah we will discuss important topics in an educational and motivational way for the individual and society. طبعا وبصفتنا كأشخاص بسطاء في هذه المواضيع ولسنا علماء، لكن نشارك معكم هذه المعلومات لعلها تكون حافز لكم ومفيدة لأنفسكم. كيف يستقبل المسلم شهر رمضان الفضيل؟ ينبغي للمسلم أن يغتنم فرصة قرب دخول هذا الشهر ليصلح ما بينه وبين ربه وليتوب من زلته وليستفيد من هذا الوقت الفضيل. مما ينبغي للمسلم أن يستقبل به شهر رمضان هو الفرح بنعمة الله تعالى بهذا الشهر الفضيل، لأن هذا شهر رمضان تكثر فيه الطاعة والعبادة ويتضاعف فيه الأجر. ثانيا أن يكون المسلم متفرغا من شواغل الدنيا تماما إن استطاع أو أن يستطيع، لأنه في هذا الشهر كما قلنا يزيد الأجر ويتضاعف الأجر والثواب والمغفرة من عند الله تعالى. The point we're trying to make is ladies and gentlemen that Ramadan is not about abstaining from eating and drinking. No. It is about abstaining from all the bad habits such as lying, stealing, and all things that do not benefit you here or the hereafter. And thank you, ladies and gentlemen. So, let us start or accept or welcome Ramadan in a new personality and a better one. هذه بعض النقاط التي يجب أن يستقبل بها المسلم شهر رمضان الفضيل. نراكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى وإلى لقاء آخر. To another meeting.